احتفالاً بمناسبة مرور عامين على انطلاق مؤسسة هنا هويتي، أقامت المؤسسة فعالية تعريفية بنشاطاتها استعرضت من خلالها برامجها الخمسة، والتي بدأتها ببرنامج أجيال اليافعين الشباب، حيث يشمل جلسات تدريبية لعدد من طلاب المدارس تركز على تنمية القدرات والمهارات وبناء الشخصية وتعزيز القيم لديهم. استفاد منه 140 يافعاً وشاباً، بالإضافة إلى مجموعة من النشاطات منها برنامج الأرض ومدينتي وتراث ومجتمع سليم. الحقيقة من سنتين وقفنا وقفة لنبلش نعرف على المؤسسة، بس كنا فاضيين، كنا عنا حلم وعنا أفكار مكتوبة وعنا هيكليات معمولة ومخططين لها، بس ما كان عنا شيء ملموس. اليوم نحن واقفين سنتين بعد سنتين، عنا شيء ملموس وعنا نتائج بتاخد العقل وعنا إنجازات وعنا حلم أكبر لنقدر نطرحه هلأ مع كل هالعيلة هي يلي كانت جزء من مؤسسة هنا هويتي واللي كانت دعمة لها وكان لها دور فيها بطريقة من الطرق. بلشنا بخمس برامج، لكن الخمس برامج بلشنا بحلم بخمس برامج بتركز على تنمية الشباب من عمر 15 لل 18 سنة، بس لما بلشنا بلشنا ببرنامج واحد وبمشروع واحد. اليوم صار عنا أول برنامج اللي هو برنامج أجيال، صار فيه ثلاث مشاريع أو ثلاث مراحل عمل، هي برامج مستدامة بتمكن الشباب، وعنا البرامج الأربعة كل واحدة ولد فيها مشروع صغير منتمنى اليوم يكبر أكتر بوجود كل الاختصاصيين اللي موجودين معنا. طبعاً إذا بدنا نحكي شوي عن برنامج أجيال، برنامج أجيال هو ثلاث مراحل هلأ رح نشرح عنهم. برنامج يافعين فاعلين يلي هو برنامج تدريبي منفوت فيه على طلاب المدرسة، مندرب مهارات عندهم ومنعزز القيم، هو بيدمج بين المهارات والقيم، مننمي فيه الشخصية ومنعزز المسؤولية الاجتماعية. المرحلة الثانية هي نادي أجيال، فهنن هالشي اللي أخدوه هون بيروحوا بيطبقوه بشكل عمل جماعي، فبيصير عندهم خبرة العمل الجماعي، منعزز عندهم حس المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاريع يلي بيقوموا فيها، فبياخدوا تخصصاتهم بيديروا هالنادي، بياخدوا كل واحد ليحقق مشروعه منعطيهم. هون نحن دورنا صار داعم، كل شيء إضافي بحاجة لإله فنحن منأمن لونيا. المرحلة الثالثة هي برنامج التوجيه التخصصي اللي أطلقناه مع بعض بأيار الماضي، ويلي هو بيفتح مجال للشباب والصبايا ليتعرفوا شو عم بيصير up to date بالعالم بالمجال التخصص من كل المهن والعالم المهني، شو ربط التكنولوجيا اليوم فيه، لحتى يقدروا يعرفوا المجالات الكبيرة يلي عم تكون متاحة لإلهم ليقدروا يختاروا من هلأ ويعرفوا تماما شو بدهم. فنحن هيك عم نختصر عليهم الوقت، عم نمكنهم، عم نختصر المسافة بمجال التراكم الخبرات يلي عندهم ليكونوا فايتين بطريقة متمكنة، قادرين يقدموا لبلدهم، ينتموا لبلدهم، عرفانين هويتهم، وإذا كانوا سواء داخل سوريا ولا خارج سوريا فهن ولاءهم للبلد وفائدتهم للبلد بكل الأحوال. اليوم بلشوا بمشاريع صغيرة، وهي المشاريع هي بدها تفوت لازم لترجع تعمل بذرة بقلب المدارس يلي بلشنا معها ويلي بدنا نبلش معها. فاليوم إذا هالتجربة تبعيتنا نقلناها بالسنتين كنا مبلشين مع المدارس الخاصة ليكونوا شركاء معنا لنفوت على المدارس العامة، فاليوم هدفنا أنه نفوت على المدارس بشكل واسع. فلما بدنا نوسع البرنامج هذا بيتطلب استراتيجية تانية، بيتطلب جهود كتير كبيرة، كل الجهات المعنية طبعاً مشكورة وزارة التربية اللي عم تحلنا المجال بأنه نقدر نوسع على مستوى دمشق وسوريا لاحقاً. أكيد قديش قادرين نزرع بكل مدرسة مجموعة من هالشباب أو من هالبرنامج اللي نحن عم نقدر نشتغل عليه لنطور كوادر المدرسة، لنقدر المدرسة تقدر تقوم بحالة. والجهة الثانية يلي عم نركز عليها هي العائلة، ولقينا أنه الشباب بدون الأهل ما منقدر نوصل فيهم لنأمن حاضن سليم لإلهم، فكمان في خطة عمل لحتى نقدر
نشتغل على تنمية وتوعية العيلة والآباء وعلاقتهم مع الشباب. شكراً لكم وشكراً لتغطيتكم، وأنتوا دائماً بعيلة هنا هويتي. مدينتي، برنامج مدينتي هو علاقتنا مع محيطنا، مع مدينتنا، مع الموارد الطبيعية اللي عنا. قديش نحن قادرين نخاف على نظافته أو على الخضار تبعيته أو على عدم هدر الموارد، فقديش قادرين نشتغل على التنمية المستدامة عند الشباب كثقافة. يسعى فريق هنا هويتي لتكريس جهودهم بهدف بناء قدرات اليافعين والشباب وتفعيل دورهم في المجتمع وخلق بيئة داعمة لهم، إضافة إلى توثيق الثقافة وهوية المجتمع السوري والحفاظ على الآثار والموروث الثقافي. خرجنا 6 دفعات على أرض الواقع الحقيقة، سنة ونص تقريباً، يوم منحتفل بالسنة الثانية تأسيس المؤسسة. في عنا نوعين، المجموعات المنفردة يلي هن مجموعة من طلاب من عدة مدارس بنعمل لهم البرنامج، وفي مجموعتين دخلنا على مدرسة الباكستانية والبشائر ولح نصير جزء من برنامجهم. الحقيقة نحن منتشكر هالمدرستين لأنه تبنوا المشروع وصار هو يعني داعم أساسي لهالمشروع. والحقيقة أنا كتير مبسوطة أنه الطلاب صاروا عم بيكونوا من كافة المدارس عم يجتمعوا لينفذوا مشاريع تفاعلية إلى قيمة بالتواصل الاجتماعي، روح القيادة، تنظيم الوقت، وأهم شيء المسؤولية الاجتماعية. عم نهيئ الطلاب لمرحلة انتقالية يكون عندهم إحساس عالي بالمسؤولية وقت يروحوا على الجامعة. الحقيقة نحن أجيال كلوب صار موجود على أرض الواقع وإله بنية وهيكلية، وفي طلاب هن مسؤولين عن المهام، يعني عطيناهم فعلا هن يقودوا من عندهم هذا. وأهم شيء اللي أنا كان كتير إلي مثل ما بقولوا الفخر إنه صار بسوريا بجامعة دمشق بقاعة ريدا سعيد، هو برنامج التوجيه التخصصي يلي نحن قدرنا نجمع الخبرات الموجودة محليا وطبعا أونلاين. الطلاب حصلوا على معلومات بتغنيهم أنهم يسافروا ليعرفوا شو عم بيصير بعالم التخصصات والاختصاصات الجديدة. كانت لإلي أنا يعني فعالية مهمة لأنه يمكن كانت الرائدة في سوريا. على مدى سنة ونص كل البوستات اللي بعملها شير صار عندي جملة اسمها كلي إيمان، كل مرة بحطها لأنه فعلا كلي إيمان. الحقيقة بلشنا نحن بحلم، أنا ما يعني ما كان ولا لحظة يروح عن قلبي إنه دقيقة هالحلم هذا رح يتحقق، لأنه كان آمنا فيه، آمنا بكل طاقتنا إنه الشباب بحاجة لإلنا، بحاجة إنه نكون واقف معهم نعطيهم بس نمسك بإيدهم ونوصلهم عبر الأمان. فبلشنا بطريقة متواضعة جدا، كبرنا بسنتين بكل محبة ووصلنا لهون. المكان اللي وصلنا فيه بكبر القلب، الشباب اللي تدربوا ما انتركوا، ضلوا معنا وضلينا مواظبين معهم لأنه عم بكفوا بأجيال كلوب، ما انتركوا. هنا هويتي بتمسك من إيد الشباب، بتعرفهم عن حالهم، بتعرفهم عن مين هنين وشو بيقدروا يعملوا بالمجتمع وكيف بيقدروا يتطوروا، وبنفس الوقت ما بتتركهم، كل شيء هن بيحلموا فيه بتقدر تحقق لهم اياه لانه بتخليهم يشتغلوا على ارض الواقع. الحقيقه هي فكره عظيمه كثير، لانه هالفكره هي ما على قد ما انا بسيطه على قد ما انا عميقه، انك انت تجذري بكل شاب وبكل صبيه مرقوا بظروف صعبه كثير انه يحبوا هالمكان اللي هن فيه وينتموا له، ولو كانوا سافروا او ضلوا هن سفراء. الحقيقه الشاب السوري والصبيه السوريه هي سفيره، هي منارة، ولازم تكون منارة أو هو منارة وين ما راح وين ما أجا، فلازم نشتغل عليهم، هدول كنوز، كنوز هدول الشباب. خطوط
ختمت الفعالية باستعراض تجارب مميزة لعدد من الشباب المستفيدين من برامج المؤسسة، بالإضافة إلى توزيع شهادات تكريمية للشباب والجهات الداعمة لعملها.